بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. كنا بدينا بالمحاضرتين السابقات بتشريح الجهاز البولي التناسلي. وصلنا بالمحاضرة السابقة عند تشريح الصحن. فنتابع هذه المحاضرة إن شاء الله. هذه المحاضرة ننهي تشريح الجهاز البولي التناسلي. نبلش نحكي عن الصحن حاليا. الصفن هو حط الصورة. الصفن هو جيب جلدي خارجي للقسم السفلي من جدار البطن، من جدار البطن الأمامي، يحتوي على الخصيتين والبربخين والنهايتين السفليتين للحبلين المنويين. طبقات جدار الصفن كموضح بالصورة. أول شيء الجلد، وعندنا في أسفل الجلد المجعد للصفن توجد عضلة دارتوس، وأسفلها يوجد ثلاث طبقات لفافية مشتقة من جدار البطن أثناء نزول الخصية من البطن. هذه الطبقات اللفافية هي المنوية الظاهرة التي تشتق من المائلة الباطنة، المائلة الظاهرة عفوا، واللفاف المشمرية التي تشتق من المائلة الباطنة، واللفاف المنوية الباطنة التي تشتق من اللفافة المستعرضة. يليها الطبقة الجدارية من الغلال الغمدية. يقسم الصفن إلى جيبين بواسطة حاجز مكون من الأنسجة الضامة. الصفن لا يقوم بدعم الخصيتين فقط، بل وبواسطة تقلص وارتخاء عضلته يساعد في تنظيم البيئة الحرارية حول الخصية. التروية الدموية للصفن. تروية الجدار الأمامي تأتي من الأوعية الفرجية الظاهرة. التعصيب من العصب الحقفي الإربي والفخذي التناسلي. هذه الأوعية والأعصاب تسير موازية للتجاعيد ولا تعبر الرخاء الصفني. بينما تروية الجدار الخلفي للصفن وتعصيبه يأتي من الأفرع الصفنية الخلفية من الأوعية والأعصاب العجانية. النزح اللمفي إلى العقد اللمفاوية الإربية التي تقسم إلى سطحية وعميقة، تتصل مع بعضها وترسل اللمفها إلى العقدة السادة والحرقفية الظاهرة. الخصية وهي عضو قاسي متحرك يتوضع ضمن الصفن. طبعا تقيس أبعادها 2.5 × 3 × 3 × 4 سم. كل خصية محاطة بمحفظة ليفية قاسية هي الغلالة البيضاء. يمتد من السطح الداخلي لهذه المحفظة سلسلة من الحواجز الليفية تقسم باطن هذا العضو إلى حوالي 250 فصيص. كل فصيص يحوي من 1 إلى 4 نويبات ناقلة للنطاف معوجة وملتوية بشكل شديد، كل منها طوله 60 سنتيمتر تقريبا. تجتمع هذه الأقنية عند منتصف الخصية حيث تتصل مع الأقنية الصادرة التي تتصل مع البربخ. التروية الدموية، الصورة أوضح. التروية الدموية للخصية تأتي من الشريان الخصوي، وهو ينشأ من الأبهر البطني مباشرة أسفل منشأ الشريان الكلوي. لهذا الشريان تفاعلات عديدة مع الشريان الأسهر الذي هو فرع من المثاني العلوي، فرع الحرقفي الباطن، والشريان المشمري، فرع الشرسوفي السفلي. الأوردة طبعا عبر الضفيرة الدوالية المحيطة بالحبل المنوي. عند مستوى الفوهة الباطنة تشكل هذه الضفيرة الوريد المنوي الأيمن، يصب مباشرة في الأجوف السفلي تحت مصب الوريد الكلوي الأيمن. أما الوريد المنوي الأيسر فيصب في الوريد الكلوي الأيسر. التصريف اللمفي، تصعد الأوعية اللمفاوية في الحبل المنوي وتنتهي في العقد اللمفية الواقعة خلف البريتوان. طبعا تجتمع في 3 مجموعات، وهي المجموعة الأولى وهي العقد جانب الأبهر اليسرى، والمجموعة الثانية العقد جانب الأجوف اليمنى، والعقد بين الأبهر والأجوف. بالنسبة للخصية اليسرى، لمف الخصية اليسرى ينزح إلى مجموعة العقد جانب الأبهر اليسرى بشكل رئيسي، وكذلك إلى العقد بين الأبهر والأجوف، لكن لا تنزح أبدا إلى العقد جانب الأجوف اليمنى. هذا الشكل يمثل النزح اللمفاوي للخصية اليسرى. الخصية اليمنى ينزح اللمف إلى
مجموعة العقد بين الأبهر والأجوف بشكل رئيسي، وكذلك إلى العقد جانب الأجوف اليمنى، وبشكل بسيط إلى العقد جانب الأبهر اليسرى. تعصيب قسم ينشأ من الضفائر الكلوية والأبهرية وتسير مع الأوعية القنادية. الفرع التناسلي أيضا من العصب الفخذي التناسلي يزود التعصيب الحسي للغلال الغمدية والصفن. البربخ وهو أنبوب ملتف بشدة يقيس حوالي 6 أمتار، طول 6 أمتار، يتمادى في القسم في قسمه السفلي مع الأسهر. القسم العلوي منه يتصل مع الخصية بواسطة عدد كبير من الأقنية الصادرة من الخصية. تروية الدموية من الشريان المنوي الباطن والشريان الأسهر. الأوردة هي الضفيرة الوريدية المحيطة بالحبل المنوي، والتصريف اللمفي إلى العقد اللمفية الحرقفية الظاهرة والحرقفية الباطنة. الأسهر هو أنبوب ثخين جدار طوله حوالي 45 سنتيمتر، ينشأ من النهاية السفلية للبربخ ويسير عبر القناة الإيرابية ليبرز من الفوهة الباطنة، ثم يسير حول الحافة الوحشية للشريان الشرسوفي السفلي، ثم يتجه نحو الأسفل والخلف على الجدار الجانبي للحوض، يقاطع الحالب في ناحية الشوكة الإسكية، يسير بعد ذلك إلى الأنسي والأسفل على سطح المثانة الخلفي، ويتوسع الجزء الانتهائي منه ليشكل أنبورة الأسهر. تتضيق النهاية السفلية للأنبورة وتنضم إلى قناة الحويصل المنوي لتشكل القناة الدافقة. الحبل المنوي هو مجموعة من البنى تمر عبر القناة الإيرابية منتقلة من وإلى الخصية، وهو مغطى بثلاث طبقات هي المنوية الظاهرة والمشمرية والمنوية الباطنة. البنى الموجودة في هذا في الحبل المنوي اللي هي الأسهر والشريان الخصوي والأوردة الخصوية، الأوعية اللمفية الخصوية، أيضا هناك أعصاب ذاتية وبقايا الناتئ الغمدي، أيضا الشريان المشمري والشريان الأسهر والفرع التناسلي للعصب الفخذي التناسلي. القضيب والإحليل الذكري، يتشكل القضيب من جسمين كهفيين وجسم إسفنجي الذي يحوي الإحليل، وفي نهاية الإحليل توجد الحشفة. كل قسم من هذه الأقسام محاط بغمد ليفي وهو الغلال البيضاء، وكلها محاطة بغلالة سميكة ليفية تدعى لفافة بوك، يعلوها جلد لا يحوي الشحم وضعيف الالتصاق مع هذه الأجسام. أما القلفة فتشكل ما يشبه القلنسوة وتحيط بالحشفة. أسفل جلد القضيب والصفن توجد لفافة تدعى لفافة كوليس، تمتد من قاعدة الحشفة إلى الحجاب البولي التناسلي، وهي تتمادى مع لفافة سكاربا في القسم السفلي من جدار البطن. الأجسام الكهفية هم عبارة عن أسطوانتين ذات بنية إسفنجية مغلفة بالغلال البيضاء، نهايتها القريبة هي الساق، تنشأ عند الوجه السفلي للشعب الإسكية العانية كبنيتان معزولتان، ثم تنضمان عند القوس العانية وتبقيان متصلتان حتى قاعدة الحشفة. الحجاب بينهما يكون غير كامل، الجيوب كبيرة تكون في المركز وصغيرة في المحيط. الجسم الإسفنجي يشابه في بنيته الجسم الكهفي، لكن الجيوب تكون أكبر والغلالة البيضاء تكون أرق. التروية الدموية للقضيب، جلد القضيب تأتي ترويته من فروع الفرجي الظاهر، فرع الفخذي. الشريان القضيبي الرئيسي هو فرع الفرجي الباطن ويعطي ثلاثة فروع، الشريان البصلي الإحليلي يروي الإحليل والجسم الإسفنجي والحشفة، أما الشريان الكهفي أيضا هو فرع الفرج الباطن يروي الأجسام الكهفية بإعطائه للشرايين الحلزونية للجيوب، والشريان الظهري يعطي فروع للجسم الكهفي والشرايين المنعطفة للجسم الإسفنجي والإحليل. تروية القضيب لها شذوذات كثيرة من حيث الفروع والمفاغرات ومسير الشرايين، حيث هناك الشريان الفرجي اللاحق ينشأ من الشريان الساد أو المثاني السفلي. قد تأتي تروية القضيب من هذا الشريان بشكل بديل، وهو يتأثر عند استئصال البروستات التام. بالنسبة للعود الوريدي، الوريد الظهري العميق
ينشأ من الضفيرة عند قاعدة الحشفة، يسير في لفافة بوك، ينتهي في الضفيرة أمام البروستات. الأوردة المنعطفة تنشأ في الجسم الإسفنجي، تنعطف حول الأجسام الكهفية وتصب في الوريد الظهري العميق. عددها من 3 إلى 10، موجودة فقط في الثلثين البعيدين للقضيب. الأوردة المشبرية تجتمع أوردة صغيرة من الجيوب الكهفية وتصب في الضفيرة تحت الغلالة البيضاء. هذه الضفيرة تعطي الأوردة المشبرية التي تثقب الغلالة بشكل مائل وتصب في الأوردة المنعطفة. هذا في الثلث القريب تتجمع الأوردة لتشكل الأوردة الكهفية، عددها من 2 إلى 5، وهي تتلقى أوردة والساق لتنتهي في الوريد الفرجي الباطن. تعصيب جسمي، التعصيب ذاتي، تعصيب جسمي هناك مستقبلات موجودة في الجلد والحشفة والإحليل والجسم الكهفي. هذه المستقبلات تعطي الياف لتشكل العصب الظهري الذي يتحد فيما بعد ليشكل العصب الفرجي، ومنه الى الحبل الشوكي فالسبيل الشوكي الوطائي ثم الوطاء الى القشر الحسي للدماغ. هناك نواة في الشدف العجزية 6-S4، هي مركز التعصيب الحسي الحركي للقضيب. تعطي الياف تسير عبر الأعصاب العجزية إلى العصب الفرجي وتعصب العضلات الإسكية الكهفية والبصلية الكهفية. الصوت واضح هلا راح نت؟ إذا تعصيب جسمي وتعصيب ذاتي. التعصيب الذاتي ودي ونظير ودي من العصبونات في الحبل الشوكي والعقد المحيطية. الألياف الودية ونظيرة الودية تندمج لتشكل الأعصاب الكهفية التي تدخل الأجسام الكهفية والجسم الإسفنجي. السبيل الودي ينشأ من الشدف الصدري 11 للقطنية الثانية، والسبيل النظير الودي ينشأ من الشدف العجزية 2 إلى 4. النسح الليمفي الحشفة فيعبر إلى العقد الليمفية الإرابية العميقة والحرقفية. العقد الليمفية الإرابية العميقة والحرقفية الظاهرة. لمف الإحليل ينزح إلى العقد الحرقفية الباطنة والحرقفية الأصلية. الإحليل الذكري يبلغ طوله حوالي 20 سنتيمتر، يمتد من عنق المثانة إلى الصماخ الظاهر، وهو يقسم إلى 3 أجزاء، وهو الإحليل الموثي القضيبي. نتكلم عن كل جزء. الإحليل الموثي يقيس حوالي 3 سنتيمتر، يسير عبر الموثى أو البروستات من القاعدة وحتى القمة، وهو أعرض أجزاء الإحليل وأكثرها قابلية للتمدد. يوجد على جداره الخلفي حرف طولاني يدعى عرف الإحليل، وعلى جانبي هذا العرف تتواجد ميزابة تسمى الجيب الموثي. تنفتح الغدد الموثية على هاتين الميزابتين. يوجد على قمة العرف الإحليلي انخفاض هو القريبة الموثية، وعلى حافة القريبة توجد فرقتين. هذا الإحليل الموثي. الإحليل الغشائي طوله 1.25 سنتي، يتوضع ضمن الحجاب البولي التناسلي محاطا بالعضلة المعصرة الإحليلية، وهو أقل أقسام الإحليل قابلية للتمدد. القسم الثالث هو الإحليل القضيبي. هو حوالي 15.75 سنتي، وهو محاط ببصلة القضيب والجسم الإسفنجي. إذا الجزء الثالث هو الإحليل القضيبي، طوله حوالي 15.75 سنتي، وهو محاط ببصلة القضيب والجسم الإسفنجي. يتوسع الجزء المتوضع ضمن الحشفة ليشكل الحفرة الزورقية. تنفتح الغدد البصلية الإحليلية على الإحليل القضيبي تحت الحجاب البولي التناسلي. الإحليل الأنثوي طوله حوالي 3.8 سنتي، ينفتح على الدهليز أسفل البظر بحوالي 2.5 سنتي. على جوانب الصماخ الظاهر توجد فتحات صغيرة لأغنية الغدد جانب الإحليل،
يحيط بالطبقة تحت المخاطية، طبقة طولانية من الألياف العضلية الملساء مستمرة من الطبقة الداخلية الطولانية لجدار المثانة. أيضا يحيط بها طبقة سميكة دائرية من الألياف العضلية تكون ممتدة من الطبقة الخارجية العضلية للجدار المثاني، وهي تشكل معصرة الإحليل اللا إرادية الحقيقية. يحيط بها المعصرة العضلية المخططة اللا إرادية دائرية الشكل، تحيط بالثلث المتوسط للإحليل وهي تشكل عنصر مكثف من العضلية للإحليل. التروية الدموية من المثاني السفلي والمهبلي والشريان الفرجي الباطن. النزح الأنفي، القسم البعيد نحو العقد الأنفية الإرابية السطحية والعميقة، أما القسم القريب ينزح إلى العقد الحرقوفية الباطنة. خلصنا تشريح الجهاز البولي التناسلي، بس ضفت الكظر راح أتابع فيه إن شاء الله. الكظر، الغدة الكظرية، الكظر هو عضو مزدوج خلف بريتواني يتوضع في الشحم المحيط بالكلية بالاتجاه الأمامي العلوي والأنسي بالنسبة للكلية. تقيس حوالي 5 سنتيمتر طولا، 3 سنتيمتر عرضا، وسمكتها 1 سنتيمتر. عند الناس الأصحاء غير الانفعاليين كل غدة تزن حوالي 5 جرام، بالمقارنة مع الكظر عند الولدان تقريبا يتراوح وزنها بين 5 و10 جرام بسبب قشر الكظر الجنيني الذي يلعب الدور الأساسي في تطور الجنين واستقراره الداخلي. قشر الكظر الجنيني ينحسر بسرعة خلال 6 أسابيع من الحياة. الكظر الأيمن يتوضع فوق الكلية إلى الخلف والوحشي من الأجوف السفلي. السطح الأمامي يلتصق مباشرة مع السطح السفلي الخلفي للكبد. بالمدخل الأمامي يكون السطح الأمامي للكظر، السطح الأمامي قد يصبح مكشوفا للمنطقة خارج البريتوان عن طريق رفع لطيف للكبد رأسيا، والأجوف السفلي يتوضع أنسيا. السطح الخلفي للكظرين يكون على تماس مع الحجاب الخلفي. يتوضع الكظران أكثر للخلف حيث يتبعان الانحناء القطني للعمود الفقري، وهكذا قد يتوضعان بعيدا عن الجراح في حال كان الشق علويا. الكظر الأيسر يكون على علاقة وثيقة أكثر من الكلية والشريان الكظري الأيسر، غالبا ما يتوضع عميقا بالنسبة للوريد الكظري الأيسر. الغدة الكظرية تستلقي فوق القطب العلوي للكلية حيث يكون سطحها الأمامي ووجهها الأنسي خلف البنكرياس والشريان الطحالي. السطح الأمامي للكظر الأيسر قد يصبح مكشوفا للمنطقة خلف البريتوان عن طريق إرجاع لطيف للطحال رأسيا، وقطع الرباط الطحالي الكلوي يسهل هذه العملية. طبعا نسيج الكظر نسيج رقيق جدا، ترويته غزيرة جدا حوالي 6 ل 7 ملي لكل جرام بالدقيقة. تروية الكظر، التروية الرئيسية من الشريان الحجاب السفلي بالإضافة إلى فروع من الأبهر والشريان الكلوي. قد يكون هناك قد شريان يرتفع من الشرايين الخصوية في 60% من التوعية الكظرية عند الأجنة. الشرايين الصغيرة تخترق الغدة بشكل محيطي نجمي تاركة الوجه الأمامي والخلفي دون أوعية. النزح الوريدي للكظر، الصورة الثانية أوضح. الكظر الأيمن عادة إلى وريد أصلي يخرج من قمة الغدة ويدخل إلى السطح الخلفي للأجوف السفلي. هذا الوريد قصير تقريبا نصف ملي، هش، وهو الأكثر شيوعا كمصدر للنزف، يصعب السيطرة عليه عند استئصال الكظر الأيمن. بشكل غير شائع الوريد الكظري الأيمن قد ينضم مع الوريد الكبدي الذي يدخل تحت سطح الكبد. الوريد الكظري الأيمن ليس له روافد، ومن الضروري ربط الوريد الكظري الأيمن قبل ربط الشرايين لأن تمزقه سهل. الوريد الكظري الأيسر يفرغ مباشرة في الوريد الكلوي الأيسر، يمر نازلا أمام الوجه الأمامي للكظر
هذا الوريد يتحد مع الوريد الحجابي السفلي قبل دخوله الوريد الكلوي الأيسر. بالنسبة للنزح الأنفيلي الكظر، النزح الأنفي للغدة الكظرية عادة يتألف من ضفيرة غزيرة تحت محفظية تنزح بموازاة الشرايين، وضفيرة لبية تنزح مع الأوردة الكظرية. النزح يكون إلى عقدة سرة الكلية والعقد جانب الأبهر وعقد المنصف الخلفي فوق الحجاب عبر الفوهة الحجابية للأعصاب الحشوية. الأوعية الليمفية المحفظية الرئيسية تمر مباشرة إلى القناة الصدرية دون أن تدخل العقد الليمفية. بالنسبة للتعصيب، القشر الكظري له تعصيب محرك وعائي فقط. أغلب الألياف العصبية تصل الغدة الكظرية من الأعصاب الحشوية، السلسلة الودية القطنية، والعقد الزلاقية والضفيرة الزلاقية التي تدخل اللب. هذه الألياف قد تكون قبل عقدية وتنتهي في الخلايا الكروموفينية للب. قشر الكظر يتطور من الأديم المتوسط، أما لب الكظر يتطور من الأديم الظاهر العصبي. بالفحص المجهري، قشر الكظر الناضج يشكل 90% من الغدة الكظرية، وتقسم إلى ثلاثة مناطق هي المنطقة القبية والمنطقة الحزمية والمنطقة الشبكية. توزع المناطق يكتمل خلال 18 شهر، لكن على الرغم من أن التكون العام لا يكتمل حتى عمر 10 إلى 12 سنة. المنطقة القبية طبعا تفرز الألجستيرون، المنطقة الحزمية والشبكية تشكل منطقة وظيفية واحدة تنتج الهرمونات القشرية السكرية والأندروجينات والإستروجينات. اللب الكظري ينشأ من خلايا العرف العصبي التي تهاجر في الأسبوع السابع لتشكل تجمع يدخل القشر الجنيني. هذه العقد المهاجرة للأرومة العصبية تتبعثر على طول القشر. عقيدات القشر الأرومة العصبية تتراجع عند تشكل اللب، لكنها قد تستمر وقد تلتبس مع أورام الأرومة العصبية اللابدة. عند الأسبوع 20 يتشكل اللب البدئي، لكن لب الكظر المتمايز لا يظهر إلا بعد ضمور القشر الكظري الجنيني. قشر الكظر، مناطق قشر الكظر تنتج سلسلة من الهرمونات، من الهرمونات الستيرويدية بوظائف محددة، هي احتباس الأملاح والاستقلاب والاستقرار الداخلي. المنطقة الكبابية هي المصدر الوحيد للقشرانيات المعدنية للجستيرون التي تنظم إعادة امتصاص الصوديوم في الكلية والأمعاء والغدد اللعابية والعرقية. المناطق الأخرى تنتج الكورتيزول القشراني السكري الأساسي عند الإنسان والإندروجينات الرئيسية والأندروستينيدون. لب الكظر يفرز قبل كل شيء الإبنفرين ثم النور إبنفرين والدوبامين.